في تغيرات يمكن احنا ناس كتير قوي ما تعرفهاش بتحصل مع سمنه في القلب. يعني مثلا عندها كان الايكو او موجات صوتيه القلب بتاعتها مطلعه ان في عندها تضخم في عضله القلب. طيب تضخم في عضله القلب ده بيحصل ليه؟ المفروض ان القلب بتاعها مثلا بيدي دم لوزن 45 كيلو. اصبح القلب دلوقتي نتيجه السمنه المفرطه بيدي الدم بيضخ دم لوزن 45 زائد 90، يعني تقريبا اكتر، كأن بيدي دم لثلاث اشخاص. فطبيعي نتيجه الاجهاد المستمر عليه انه يضخ دم للجسم كله بدا يحصل تضخم في العضله بتاعت القلب. المشكله طبعا الموضوع ده بيتطور بعد كده لا قدر الله الفشل في القلب نفسه. القلب ده النهارده ربنا خلقه عشان يضخ دم لشخص اللي هو وزنه 45 كيلو، اصبح كانه بيضخ دم لثلاث اشخاص في شخص واحد. فبتدي طبعا العضلات بتاعته بتتعب، يبتدي ان هو عمره يقصر، يبتدي ان هو بيحصل لا قدر الله فشل في القلب، يبتدي نلاحظ ان احنا بدا جسمنا يتوجع نتيجه ان بدا القلب هنا خلاص مش قادر يستوعب الدم اللي داخله ويضخه كويس. كل دي مضاعفات خطيره بتحصل مع السمنه. ده طبعا اللي يبتدي يحصل بقى فيه جلطات، يبتدي ان الشرايين نفسها اللي بتغذي القلب نفسها تحصل فيها جلطات نتيجه تصلب الشرايين اللي بيحصل مع السمنه. فيبتدي يحصل، هي دي مشكله الجلطه اللي ممكن تحصل في القلب. وبرضه نفس الكلام الجلطات دي ممكن تتكسر وتبتدي تمشي في الشرايين وتوصل للمخ وتعمل الجلطات اللي على المخ. مشكلة دايما مرض السمنة انه بيخلي الجسم عنده استعداد لكل حاجة، زي بالظبط اللي بيعمر المسدس بيحط فيه طلقة في طلقة في طلقة في طلقة. هو جسم السمنة بتعمل كده، تبتدي تخلي الجسم عنده بوادر للضغط، وتخلي الجسم عنده بوادر للسكر، وتخلي الجسم عنده بوادر لخشونة المفاصل، وتخلي الجسم عنده بوادر لجلطات القلب، وتخلي الجسم عنده بوادر للدهون اللي على الكبد. كل ده الجسم موجود جواه، بس بيبقى فيه حاجه استرس معين اللي هو ضغطه الزناد اللي بتخلي كل الطلقات دي تطلع. الاسترس اللي بيحصل في الجسم ده ان حصل زعله، يقول لك ده هي زعلت جالها ضغط وسكر وكل حاجه ظهرت عندها. هو ده اللي بيحصل مع السمنه.